السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام من تلفزيون جمهورية سومالا. نرحب بكم ونقرأ على حضراتكم النشرة الإخبارية وأبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة. رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود سيلايو يصدر قرارا رئاسيا بصدد شروع تسجيل انتخابات المواطنين. افتتح رئيس جمهورية سومالا المؤتمر السنوي السادس للهيئات الخارجية والمحلية. عقدت مقر مجلس الشيوخ بجمهورية سومالا جلسة اعتيادية نوقش من خلالها ضرورة إيجاد نظام للدخول والمقادرة في جمهورية سومالا. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم الآن النشرة بالتفصيل. أصدر رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود سيلايو قرارا رئاسيا بصدد شروع تسجيل انتخابات المواطنين وقوانينها. أصدر اليوم فخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود سيلايو قرارا رئاسيا بصدد مشروع تسجيل الانتخابات وقوانينها. هذا وقد أفاد فخامة الرئيس بالقرار الذي أصدره فيما يلي: قرار رئاسي، الصفحة الأولى مبادئ العامة، البند الأول تعيين الكلمة مواطن، والتي تهدف كلها أن المواطن الذي كان مقيما في الوطن ابتداء من 26 جون شهر السادس في سنة 1960 وما قبلها، والذي استلم أيضا وبطريقة موافقة لقوانين البلاد، ويشير البند الأول من قرار الرئاسي وزير، والمقصود بها وزير وزارة الشؤون الداخلية، رئيس والتي يقصد بها رئيس الجمهورية، وزارة والتي يقصد بها وزارة الشؤون الداخلية، التسجيل والمقصود بها عن طريق التي تجمع بها المعلومات التي تخص المواطنين، وفي نفس الوقت تبقى هذه المعلومات من ضمن الممارسات المخزنة بالديوان القومي، التسجيل والمقصود بها عن طريق التي تجمع بها المعلومات التي تخص المواطنين، وفي نفس الوقت تبقى هذه المعلومات من ضمن المعلومات المخزونة بالديوان القومي، كما تحفظ هذه المعلومات بوزارة الشؤون الداخلية. الديوان القومي ويقصد به المكان الذي يحفظ به جميع أسماء المواطنين في البلاد. معلومات ويقصد به المعلومات التي تؤخذ من المواطن والمذكورة في البند 11. ملفات التسجيل ويقصد بها البيانات التي مذكورة في البند 11 من هذا البند والمدونة عليها والمعلومات الشخصية للمواطن. ومن ضمن هذا القرار الذي أصدره فخامة الرئيس في البيان الصحفي والذي ذكر فيه تطبيق قانون النظام القومي للمواطنين، ويتضمن القانون بنودا أخرى. افتتح رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود سيلايو المؤتمر السنوي السادس للهيئات الخارجية والمحلية، والذي عقد بفندق أمباسادور بالعاصمة هرقيسة. افتتح رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود سيلايو المؤتمر السادس السنوي للدول والهيئات المانحة المحلية والخارجية صباح اليوم، والذي عقد بفندق أمباسادور عاصمة هرقيسة. وشارك في هذا المؤتمر السنوي بنك التنمية الإفريقية والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وجميع الهيئات الوزارية للحكومة والمجتمعات الوطنية والعالمية والمحلية وعدد آخر من المسؤولين. وتحدث هناك في بداية هذه المناسبة وزير وزارة التخطيط القومي الدكتور سعد علي شيره، حيث كانت وزارته تترأس إدارة أعمال هذا المؤتمر بكلمة مشيرا عن الهدف الرئيسي عن عقد هذا المؤتمر. كما تحدث أيضا هناك وفي هذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود سيلايو، مقدما من خلال كلمته شكره البالغ ومشيرا عن الدور الفعال الذي تقدمه الدول والهيئات المانحة. كما رحب فخامة الرئيس بالحاضرين في هذا المؤتمر بشكل عام. عقدت اليوم بمقر مجلس الشيوخ بجمهورية سومالا جلسة ترأسها رئيس المجلس سعادة سليمان محمود آدن، نوقش من خلالها ضرورة إيجاد نظام للدخول والمقادرة في جمهورية سومالا. عقد اليوم بمقر مجلس الشيوخ بجمهورية سومالا جلسة اعتيادية ترأسها سعادة رئيس المجلس سليمان محمود آدن، ناقش من خلالها السادة الأعضاء الحاجة الماسة إلى ضرورة إيجاد نظام للدخول والمغادرة في سومالا، وذلك لما له من دور مهم في الاستقرار والأمن داخل الوطن، وأنه من المهم وجود تعاون كامل بين القوات الأمنية والشعب. وأشار الأعضاء أن القوانين الخاصة بالدخول والمغادرة مهمة في أي مجتمع، وأنه من الضروري اتباعها. قامت اليوم مواطنات من جالية سومالا المقيمة بالمملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات مالية وغذائية إلى المستشفى الخاص بالأمراض العقلية سهن بمدينة هرقيسة. قامت اليوم مواطنات من جالية سومالا المقيمة بالمملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات مالية وغذائية إلى المستشفى الخاص بالأمراض العقلية سهن بمدينة هرقيسة. هذا وقد وصلت هذه المواطنات إلى سومالا في زيارة لتقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين، وتشتهر هؤلاء السيدات بالأعمال الخيرية في الوطن.
تحدث في بداية المناسبة السيدة روضة محمد علي أثناء الزيارة التي قام بها إلى المستشفى مشيرة إلى أنه من واجب كل مواطن أن يقوم بتقديم هذه المساعدات، وأشارت كذلك أن هذه المساعدات ليست الأولى من نوعها بل سبقتها مساعدات أخرى. تحدث كذلك في هذه المناسبة الشيخ آذن حاجي محمود سيرو، أشار من خلال كلمته إلى أنه يوجه الشكر لهؤلاء السيدات على تقديمهم لهذه المساعدات والتي قام الشيخ بتسليمها إلى السيد بشير، داعيا من الله القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم. وفي الختام وجه السيد بشير محمد شامع مدير المستشفى شكره وتقديره لهؤلاء المواطنات على الدعم المتواصل للمستشفى منذ إنشائه. وفي شأن العالمي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن إحدى السفينتين اللتين تحملان أسلحة كيماوية سلمت من قبل النظام السوري. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن إحدى السفينتين اللتين تحملان أسلحة كيماوية سلمها النظام السوري أبحرت الأحد لنقل هذه الأسلحة إلى فنلندا والولايات المتحدة، حيث سيتم تدميرها في المقابل. لا تزال السفينة الثانية الدنماركية في مكانها لتولي أمر آخر الأسلحة الكيماوية التي أعلنها نظام الأسد ولم يتم تسليمها حتى الآن. وأكدت المنظمة التي مقرها في لاهاي أن هذا الإبحار تم. حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مطار كراتشي في باكستان. أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم الذي استهدف مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، أصفر حتى الآن عن مقتل 24 شخصا بينهما 10 من المهاجمين. وكان مطار قد شهد فجر اليوم تجددا لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان الجيش عن استعداد السيطرة على أكبر مطارات باكستان، حيث يعد هذا الهجوم أحد هجمات الأكبر جراء حتى الآن في كبرى مدن البلاد. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني من فريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.